وينضم إلينا في الأستوديو الخبير الاستراتيجي السيد حمود الرويس. سيد حمود مساء الخير وأهلا بك. ريثما أيضا ننتظر الجلسات التي ستعلن بعد قليل لوزراء خارجية دول التحالف لإعادة الشرعية في اليمن. قبل قليل يعني في الجلسة الافتتاحية تحدث مع الوزير عادل الجبير وزير خارجية عن أنه ستعلن خطة ضخمة للمساعدات في اليمن، وكذلك تطرق لأنه المملكة العربية السعودية تعرضت لأكثر من 90 صاروخا باليستيا. تعليقكم. مساء الخير لك أخي وللسادة المشاهدين القناة الإخبارية. بالأمس كان هناك اجتماع لمؤتمر التعاون الإسلامي، فتحدث فيه أيضا معالي السيد الجبير عن الخطوات التي تدرس اليوم في اجتماع وزراء خارجية دول التحالف، وتحدث أنه كما ذكر هو في الجلسة الافتتاحية أنه سيكون هناك خطة ضخمة شاملة تشمل مساعدات إنسانية و إنمائية وتنموية ومساعدات حكومية، وأنه سيتم العمل مع المنظمات الدولية لإيصال هذه المساعدات. نحن نعلم أن هناك مناطق تسيطر عليها الميليشيات الحوثية ومن الصعب إيصال من قبل مركز الملك سلمان أو أي جهات أخرى، لكنه بالنسبة للمناطق التي يسيطر عليها الميليشيات الحوثية أعتقد أنه كما وضح وبالأمس أن يتم التعاون مع المنظمات الدولية لإيصال هذه المساعدات. حقيقة في المؤتمر الأمس وافتتاح مؤتمر اليوم أشار الجميع أن هناك تعرض للمناطق السكنية في المملكة العربية السعودية لعدد من الصواريخ، وصلت الآن إلى 91 صاروخا باليستيا أطلق باتجاه المملكة العربية السعودية، ولا ننسى ذلك الصاروخ الذي وجه باتجاه مكة المكرمة. صحيح. هي قبلة المسلمين، فهي ليست استهدافا للمملكة العربية السعودية فقط، إنما استهدافها لمشاعر مقدسة ولبيت الله الحرام الذي يأمه المسلمين في كل مكان. لذلك هذه الاعتداءات ليس مستهدفا فيها المملكة العربية السعودية بذاتها كدولة، إنما مستهدف فيها كيان المسلمين كاملا. هذه الدولة هي مهبط الوحي، هي بؤرة التي تدور حولها جميع المسلمين في العالم الذين ينظرون إليها وينظرون إلى ما تقدمه، لأن كل مسلم في أي مكان في العالم هو يطمع أن يكون هنا في المملكة العربية السعودية لأداء فرائضه الحج والعمرة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، فكلهم يطمعون لهذه الدولة، ينظرون لهذه الدولة أنها جوهر العالم الإسلامي. لذلك هذا الاستهداف لا يستهدف المملكة العربية السعودية فقط، إنما يستهدف المسلمين كافة في موطن الإسلام في المملكة العربية السعودية، ويستهدف كذلك هذه الصواريخ البالستية سيد حمود تستهدف يعني الأمن والسلم الدوليين في المنطقة والإقليم، وهو أيضا تهديد وخرق للقوانين الدولية. هذا من جانب. الجانب الآخر يعني دعنا نتحدث قبل يعني إعلان الخطة الضخمة للمساعدات الإنسانية في اليمن، سبقها توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإيداع وديعة 2 مليار للبنك المركزي دولار، طبعا للبنك المركزي في اليمن. كيف سينعكس هذا قبل إعلان الخطة على دعم الاقتصاد اليمني؟ بالنسبة للوديعة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، هي للمرة الثانية تودع 2 مليار دولار في البنك المركزي اليمني. طبعا نعرف أن البنك المركزي انتقل من صنعاء إلى عدن، وهذا مما أغضب الميليشيات الحوثية، فعملت في الفترة الأخيرة بالذات مع الجانب الإيراني على ضخ عملات مزورة في الداخل اليمني للتأثير على سعر الريال اليمني، وبالتالي التأثير على الحكومة الشرعية، وبالتالي التأثير على المواطن اليمني. فكان لابد من تدخل المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية هي الأخ الأكبر للأخوة في اليمن، فعندما ضخت 2 مليار الهدف منها هو الحفاظ على سعر العملة. نعم. الحفاظ على حياة الشعب اليمني الذي يحتاج إلى الغذاء، يحتاج إلى الدواء، ولا بد من توفيره عن طريق التعاملات التجارية التي تحتاج إلى دعم، بخلاف المساعدات الإنسانية التي قدمها مركز الملك سلمان للأخوة في اليمن. جيد سيد حمود، يعني في هذه النقطة تحديدا، بينما الدعم أتى من المملكة العربية السعودية الشقيق اليمني، وأيضا في المقابل
يعني ما يعيشه المواطن اليمني وما تقوم به الميليشيات الحوثية من نهب كما رأينا للصرافة في اليمن ونهب للشركات، إيقاف رواتب العاملين في اليمن، المواطن اليمني بدأ يعاني من الاقتصاد وانعكاس هذا الاقتصاد الذي هو اقتصاد تقشفي بطبيعة الحال لما يمارسه أو تمارسه الميليشيات الحوثية على الأراضي اليمنية والعبث بمقدرات اليمن ومقدرات الدولة. في الجانب الآخر يعني إيران تمول الميليشيا الحوثية بعملات مزورة لتجويع الشعب اليمني، لتجويع الصف اليمني، لإيجاد يعني بيئة فيها من نوعا من الصراعات، نوعا من الاقتصاد الذي هو الأدنى في الحياة اليمنية. كيف تعلق على هذا الموضوع؟ هناك مرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة تدمير الاقتصاد وتدمير حياة المواطن اليمني العادي، هذه سعت فيها الميليشيات الحوثية حتى أوصلت الأمر إلى وجوب تدخل المساعدات الإنسانية. بدأت في المرحلة الثانية بدأت تدخل المساعدات الإنسانية، ولكن تكتشف أنه ميليشيات الحوثي اعترضت، كما صرح أمس السيد عادل الجبير وزير الخارجية، اعترضت 85 سفينة محملة بالمساعدات، اعترضت 126 قافلة مساعدات، 628 شاحنة تم نهبها، بالإضافة إلى قتل عدد واختطاف عدد من عمال المساعدات الإنسانية الذين يأتون إلى اليمن. فهي في المرحلة الأولى ضيقت على المواطن اليمني، وعندما جاءت له المساعدات جاءت لتنهب هذه المساعدات وترسلها إلى جبهات القتال التي تقتل فيها اليمنيين وتستهدف فيها حدود المملكة العربية السعودية. فنحن أمام ميليشيا لا تعترف بأي ضوابط إنسانية، لا تعترف بأي قيم، لديها قيمة واحدة هي أن تسيطر على اليمن لتقتل اليمني، بمعنى أن نقتلكم أو أن نحكمكم أو نقتلكم، فلا خيار أمام هذه الميليشيات، ولا تريد نهضة لليمن ولا تريد بناء دولة في اليمن، وهي تربية إيران. وإيران ماذا صنعت لشعبها حتى تورث للحوثي ماذا يصنع في اليمن؟ نعم، في هذه النقطة يعني سيد حمود لم تلتزم فعلا بالضوابط الإنسانية تلك الميليشيات الحوثية التي اغتالت الرئيس السابق علي عبد الله صالح وغدرت به قتلا، وكذلك استفردت بالساحة السياسية تقريبا في اليمن، ومزقت المؤتمر الشعبي لتجبر المؤتمر الشعبي ومن ورموزه للانصياع للميليشيات الحوثية. بلا شك أنه مرحلة الميليشيات الحوثية الآن دخلت في مرحلة ومنعطف خطير بالنسبة لها، بدلالة محاولة إجبار الشباب اليمني على الانضمام من خلال الضغط على كبار أو عمد الحارات في داخل صنعاء، والذي كثير منهم رفض، الآن اتجهت إلى القبائل في محاولة الضغط على القبائل لإعطائهم مجندها، دلالة أنها بدأت تنزف في المقاتلين. أيضا نقل معدات الاستخبارات من صنعاء إلى صعدة، دلالة لأنه هذه المعدات هي من بقايا جيش أو قوات المؤتمر. فبعد أن انسحب كثير من قوات المؤتمر من تشغيل هذه المعدات، وأيضا عدم ثقتهم في من بقي وعدم ثقتهم في المواطن اليمني في صنعاء، فبدأت بنقل هذه المعدات الاستخبارات إلى صعدة التي تواجد بها كثير من الخبراء الإيرانيين وخبراء حزب الله، هم القادرون على تشغيله لأنهم يثقون في هذه في هؤلاء الخبراء ولا يثقون في الشعب اليمني. هذا من اتجاه، أيضا نزف الموارد البشرية عندهم من ناحية المقاتلين، والمحاولة الآن إجبار مشايخ القبائل أما أن تعطون أبنائكم يقاتلون أو يهددونهم بتفجير منازلهم واستهدافهم هم شخصيا. لذلك الميليشيات الحوثية الآن في منعطف خطير، لا تضمن ماذا تستطيع أن تفعل، لأن هي في مرحلة انتحار، الآن تدخل مرحلة انتحار. وما هذه الصواريخ، هذه الصواريخ أصلا البالستية والصواريخ المستوى الاستراتيجي في العرف العسكري لا تستخدم إلا عندما تصل القوات الى او الجهه المطلقه، عندما تصل الى مراحل النهائيه وتكون في الحاله النهائيه لها، فهي تستخدم السلاح الاستراتيجي الذي لا يستخدم في بدايه المعارك دائما او في منتصفها، انما يستخدم في 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 في, في, في اخر مراحل عندما تصل القوه الى مرحله ضعف ومرحله انكسار. فهنا تبدا الميليشيات الحوثيه في استهداف الشعب اليمني، في استهداف الحدود المملكه العربيه السعوديه، في استهداف المساعدات الانسانيه. هي لا تتورع عن
أي شيء، هي تعمل بفكر عصابات، عصابات قتل، استيلاء، نهب، ولكنها لا تستطيع ولن تستطيع ولم تأتي لبناء دولة في اليمن. سيد حمود، من خلال هذه الأعمال الإجرامية والعبثية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية، وأيضا من جانب تململ الناس في المناطق التي تسيطر عليها تلك الميليشيات وما تقوم به من دور همجي تقريبا في تلك المناطق التي تسيطر عليها العناصر الحوثية، هل سنشهد ثورة في تلك المناطق من قبل المواطن اليمني الأصيل بإسقاط ذلك الحوثي وإيقافه عند حد وإيقاف أعمال العبثية والإجرامية؟ لا شك أن الصراع أخذ كثيرا من المنعطفات منذ بدئه إلى الآن، ولكنه مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح من قبل الميليشيات الحوثية كان هو منعطف خطير جدا، وهو الفارق، وهو الذي وسع الهوة بين الشعب اليمني والميليشيات الحوثية. لم يعد للميليشيات الحوثية أي مقومات تستند عليها للبقاء داخل الأراضي اليمنية. سياسيا هي معزولة مقابل الشرعية التي تحظى بتأييد دولي واعتراف دوليا بها على المستوى الاقتصادي. هي بدأت تنزف وبدأت المبالغ التي كان في يدها جراء نهب البنك المركزي في عندما كان في صنعاء أو نتيجة ما يدفع لها من بعض الدول لتستمر في أعمالها انتهت. اجتماعيا لم تعد مقبولة بعد مقتل أو بعد قتلهم للرئيس السابق علي عبد الله صالح، لأنها وسعت الهوة، وهناك الكثير من الشعب اليمني من يؤيد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، فبمقتله كان هناك أو لا زال فرقة أو كره ما بين المواطن اليمني العادي وهذه الميليشيات الحوثية. على المستوى العسكري هي فقدت كثير من الجبهات. نحن الآن أمام ميليشيا سياسيا غير معترف فيها، اقتصاديا بدأت تنزف، عسكريا فقدت كثير من الجبهات، والآن جبهة نهم بعد أن النجاحات المتتالية التي حققتها، أيضا في صعدة هناك جبهة مفتوحة وتستمر وستسيطر بإذن الله على بعد سقوط شبوة والبيضاء الساحل الغربي. هناك عمليات عسكرية قوية جدا بآخرها في ما حدث اليوم من سيطرة. يعني ماذا يمثل سيد حمود يعني هذا الضغط العسكري والتقدم والسيطرة من قبل الجيش الوطني المسنود بالمقاومة وكذلك ما تقوم به دول التحالف على رأس المملكة العربية السعودية، ماذا يمثل كل هذا على عودة وتراجع الميليشيات الحوثية والتصدع الذي يحصل في هذا الصف؟ كثيرا هي الآن، خلينا أقول لك أنه صحيح بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح الصراع أخذ منحنى آخر، هي الآن تصارع للبقاء، وهي الآن تنزف وكثير من الجبهات فقدتها، بقي لديها 3 أهداف ستحافظ عليها: صنعاء، الحديدة، وكهوف مران أو إذا اختصرناها أو صعدة بصفة عامة، وصعدة الآن بدأت يفقدوها، فهما سيحافظون على هذه الأهداف الاستراتيجية لهم حتى لا يقعون. هو من بداية أو خلينا نقول بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح بدأ يحصن صنعاء في تحضير، أو هو يتوقع التحضير لمعركة صنعاء مبكرا، لذلك هو بدأ في التحضير لها مسبقا، ولكن طول الفترة ما بين مقتل الرئيس علي عبد الله صالح إلى الآن هي بدأت في استنزافه نفسيا، كل يوم في انتظار أن تبدأ هذه المعركة التي يتوقعها في صنعاء، ولكن صنعاء لم يعد له قبول اجتماعيا داخل صنعاء، ولم يعد عنده جبهات يحافظ عليها، فهو الآن داخل في مرحلة انتحار، ولديه استعداد أن يصنع أي شيء للبقاء في مكانه. ولكن أعتقد أنه مع المجريات العمليات العسكرية سواء في الشمال في صعدة أو في شبوة أو والبيضاء أو في الساحل الغربي، هو بدأ الآن يحس بالخناق حوله وحول صنعاء، وهذا ما سنشهده إن شاء الله في الأيام والأشهر القادمة في هذه العمليات العسكرية. نعم، دعني أعود إلى مسألة المساعدات الإنسانية سيد حمود، وما تقوم به المنظمات الدولية والهيئات وكذلك الحقوقية أو الإغاثية، تقارير لربما ترفع غير صحيحة
والسبب لتدخل الميليشيا الحوثية وتدخل عناصرها تحديدا في تلك المنظمات وإرفاق تقارير مزورة وغير صحيحة، كيف تعلق على تلك التقارير تحديدا؟ دعني أقول لك أن منذ بدء الأزمة والأمم المتحدة بتفريعاتها هي جزء من الأزمة وليست جزء من الحل، هذا برأيي أنا. الأمم المتحدة عندما طلب منها السيطرة على ميناء الحديدة لمنع تهريب الأسلحة إلى الداخل اليمني للميليشيات الحوثية رفضوا. نعم. ثانيا بعد إطلاق الصاروخ الأول باتجاه مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية جاءت لجنة العقوبات تبع الأمم المتحدة، جاءوا إلى الرياض واطلعوا على الصواريخ وتأكد أنها صواريخ من قبل إيران. نعم. مرسلة وأنها صواريخ إيرانية، والتقارير المكتوبة من قبلهم ووصلت إلى الأمم المتحدة في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن. نعم. ماذا صنعت؟ لذلك لا نتوقع أن هذه التقارير التي ترفع من قبل بعض الهيئات التابعة للأمم المتحدة موجودة في الداخل اليمني أن تنصف اليمنيين وتنصف قوات الشرعية داخل اليمن مدعومة بالتحالف، ولا نتوقع منها أن تكون منصفة ولا عادلة، لأنها لم تتدخل منذ البدء لحل هذا المشكل داخل اليمن، وإنما كانت تشاهد كل شيء ولم تقدم أي شيء، وإنما تبحث عن بعض التقارير التي تضمن لها الاستمرار في بقائها كمبعوثين وكمجموعات داخل أرض اليمن. على الجانب الإنساني وتلك المساعدة السيد حمود، يعني نرى التفاف من قبل العناصر الحوثية الإرهابية على تلك المساعدات ونهبها، إن كان على مستوى ميناء أو على مستوى المساعدات السفن أو إلى آخره، وبيعها في السوق السوداء إذا لم يكن إيصالها لجبهات القتال التي تتواجد فيها تلك العناصر الحوثية. مدى يعني تفكير العنصر الحوثي في أنه لم يعد إلا فقط ينهب المساعدات، فقد الدعم من قبل إيران تقريبا من قبل الداعمين له، نحن لا نتحدث على المستوى العسكري أو السلاح، نحن نتحدث عن مساعدات، كيف يمكن له أن يتقدم وأن يعاني من جبهات القتال في كل مجالاتها وهو يفقد الدعم تحديدا؟ أولا نحن نتعامل مع عصابات، هذا فكر عصابات ميليشيا وليست دولة، ليست حكومة، ليست حزب جاء ببرنامج إصلاحي أو جاء برغبة في تطوير البلد أو نفع المواطن، هو جاء بفكر عصابات، كل من التحق به كمن يلتحق بعصابة يهدف إلى فائدته الشخصية، فكل منهم كل من نهب سيارة يذهب لبيعها ويأخذ الأموال لنفسه ولا يستفيد منها، حتى بقية الميليشيات قد لا يرسل لها شيئا، ولكن عندما تحتاج الوحدات المقاتلة عندهم في جبهات مختلفة يرسلون لها بعض الشيء، ولكن هم يستمدون أموالهم كما تفعل بعض الأحزاب مثل هذا التي تتاجر في المخدرات لتصرف على مقاتلها، ورأينا التقارير في فرنسا وهي تتحدث عن حزب الله وهو يتاجر في المخدرات ليصرف على مقاتليه في داخل لبنان. نعم، ضيفي في الأستوديو الخبير الاستراتيجي السيد حمود الرويس، شكرا جزيلا لك على ما قلته في هذا أو في هذه التغطية.